يوم الأحد ولدكم ولد الناصرية ولد شمال ذيقار ولد الأقضية والنواحي ولد المركز طالعين يطالبولكم بكهرباء. اطلع وياهم ساندهم، انت كشيخ عشيرة باكر الله يحاسبك لأن عشيرتك محمضة من الحر. اطلع ساند ولدك انت كمعمم وعلي ومنحر علي باكر تتحاسب حساب شديد. اطلع ويا ولدك وطالب بكهرباء. اطلع وانت اللي ما تطلع المحمض الخايس ما تريد تطلع، ضل عبد اهلك وانضبط وضل بخيستك بحمضتك، بس لا تسقط بالناس اللي طالع الطالب لك بكهرباء. اطلعوا طالبوا وياهم، عينوهم ساعدوهم، اقفوا وياهم مظاهرات طالعين بسلمية يطالبون لك بكهرباء. اطلع وياهم ساندهم قلهم قواكم الله، ادعمهم منشور قسما برب الكعبة الفضل لله ولهاي الشباب. حتى لو عندهم ناس سلبيين بس اكو ناس ترفع الراس، ساندوهم عينوهم. يوم الاحد مظاهرات مزلزلة ضد الفساد وضد التهميش المحافظة ديقار. محافظة ديقار الصب ليل ونهار نفط ما بيها كهرباء، فشل عيب. العتب مو على الشباب، الشباب أدت واجبها الشرعي والأخلاقي والرجولي، بس العتب على النايم عند أهله ويندع بالشيخة ويندع بالدين ويندع بالوطنية وهو ظال بس يسقط بهاي الأبطال والقرآن مجاهدين دولة. أول معوق وياكم بالعباس أنا دايكم زحف. نعم المطلب الشجعان الكهرباء، مطلب الأبطال الكهرباء.